سلام صحباتي العزاز، كديرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ اليوم جيت باش نشارك معكم شنو خديت للدار من عند شين. خديت البنات حاجه غزالين، والاهم من كل شيء انه داكشي اللي خديت عملي، يعني غادي ينفعني في داري في المنزل ديالي. وكما كتعرفوا دابا شين مابقاش عندهم غير الحوايج والاكسسوار والماكياج، سينو ولا عندهم حاجه ديال الدار اتات نظيف كما غنوريكم دابا. وداكشي البنات صراحه الله كيحمق، وكما قلت لكم عملي كينفعكم نهار على نهار ديالكم. دابا غنوريكم شنو خديت، وغنخليكم الكود برومو اللي عطاوه ليا، وجميع الروابط راني كنخليهم لكم في خانه الوصف. يلا دابا سينوريكم شنو خديت. غنبدا باول حاجه هو هذا الاسبيرادور هذا البنات، اللي صراحه الله حمقني عجبني بزاف، لانه صراحه الله كنت متوقعه انه كيكون كياسبيري، ولكن ما كنتش نصحابه عنده البوتينسي بحال هكا فورتي. المهم هذا البنات هذا كي باش كتنظفي، يعني الناس اللي عندهم الحساسيه وداكشي كيصلح بزاف، لانه كينظف مزيان عرفتي، كيحيد شي حوايج اللي ما تقدرش تحيدهم اسبيرادور نورمال. وهذا كيسمى يعني كينظف الاكاروس، ما عرفتش شنو سميتهم بالاسباني بالعربيه، البنات عرفتوا يقولوها لي عفاك في التعليق. المهم الناس اللي فيكم الحساسيه مثلا ما كتقدروش تنعسوا في الكولتون الا ما كانش يعني اسبيري مزيان مزيان مزيان، هذا البنات راه كينظف مزيان، تقدروا تنظفوا فيه حتى بحال هكا سدادر وداكشي، كيحيد كاع ديك الخمله والغبره وهاد الاكاروس، يعني ما كيخلي حتى شي حاجه كدور، يعني كنصحكم به. وصراحه كما قلت لكم معجبني، لانه فيه يعني البوتينسيال مجهده، انتم سمعوا فيه جوج بوتينسيالز، هذه الاولى هذه الثانيه، يعني كتحسوا به كينظف مزيان، فيه بلاصه من كيتشارجا، وكيجي اكيد الكابل ديالو ديال الشارج، وفيه هاد العيبه اللي كتحيدوها وسهل التنظيف، يعني ماشي صعيب، صافي طلع عملي بزاف. وكما قلت لكم الديزاين ديالو زوين وسهل انكم تحتفظوا به في البيت بلا ما يعمر لكم يعني السباس. وكما قلت لكم بالنسبه خصوصا البنات اللي عندكم الحساسيه، هذا النوع من الاسبيرادوريس كينفع بزاف. ونبقاو في ميدان التنظيف، خديت البنات هذه اللي كيجيو فيها هذا الريوس كاملين، 8 ديال الريوس ها انتوما، فيها هذا، في هذا بحال باش تنغسلو الماعن، البونجة عادية، فيها جوج شيتات من هذا صغار، فيها هذا الجحرج معرفتش صراحة واش كيصلح، من هنا كتبي لكم كل حاجة اش كتصلح، وكيجي الشارج ديالها كتشعل من هنا، وفيها جوج بوتنسيال، شفتو؟ وبلاصة الشارج هي هذه هنايا الماطية بسيليكون. واللي زوين فيها كما قلت لكم هو انكم تركبوا لها العصا ديالها، تقدروا تخدموا بها هكا في الارض بلا ما يضركم الظهر ديالكم وداكشي، وفي نفس الوقت تقدروا تفتحوها وتخدموا بها بحال هكا مثلا بغيتي تغسلوا الفران ولا المهم اي حاجه كتحتاج الحكام، يعني كتشدوها في يديكم وكتجي عمليه كتحكوا على خاطركم. هذا تقدروا تستعملوها يعني تنظم في التنظيف ديال البيت ديالكم كامل. وخديت البنات هادي وكنضراتونا عرفتو شنو هي، هادي البنات ماكينة ديال الصابون، الناس مازال حاطينها في الكوزينة ماشي كيغسلو فيها سيربيطات وداكشي اللي كنستعملو، وكاين ناس لي واخدينها كيستعملوها مثلا في روبا انتيريور وداكشي قاشر. المهم زوينة كتبان، باقي مجربتهاش، أنا غنجربها معكم أكيد، غنخليكم فيديو هنا كي كتكبو الما دايره من داخل بحال هكا، كتجي الغلاقة ديالها. المهم أنا غنركبها ونجربها معكم ونوريها لكم. وخديت البنات هادي معرفتش تعرفو شنو هي، هذه البنات باش كتصاوبوا الصوفا ولا غزال البنات، ما عرفتش كل واحد كيقول ليه الكودون ذا سكر، قولي البنات كل واحد اش كتقولوا ليه يعني في المدن ديالكم. انا من صغري كنت كنقولوا ليه الصوفا، وكنت سمعت يعني في الدول العربيه كيقول لي غزال البنات، وهنا في اسبانيا تيقول لي الكودون ذا سكر، ما عرفتش يعني في كل مدينه كيفاش كيقولوا ليه، واش كنقولوا ليه كاملين بحال بحال ولا لا. المهم كيجيو هادو، كتجي هاد المعلقه هادي كنظن باش كتهزي السكر، دابا خصني غير السكر الملون، غنجربو ان شاء الله بالسكر العادي نشوف واش غادي يجي. المهم كتجي بحال هكا، كتجي فيها البوطون باش كتعريها تطفيها، وصراحه كتبان ليا سو كيوت، تقدر تخبيها في اي بلاصه حتى هي لانه ماشي كبيره بزاف. المهم نجربها معكم ونوريكم واش نيت خدامه ولا لا، شوف بعدا واش نعرف ليها. مير عاطينا الكتاب باش نشوفوا كيفاش زعما كتصاوبوا هاد السكر، واكيد دنيا غادي تفرح بزاف الا شافتها. خديت البنات هذا باش نجربوا هاد لابارادو ديال اللاسر لازاله الشعر، كيجيو فيه نضاضر، كيجي فيه الكتيب باش تعرفوا كيفاش كيتستعمل، كتجي فيه هذه الكابل ديالو والاباراتو، كيجي بحال هكا هانتوما. ان شاء الله الى نجربوا واحد جوج سيسيونيس ولا ثلاثه سيسيونيس نشوف الا كان خدام مزيان، اكيد راه عندي لكم فيديو ننصحكم ان شاء الله. وقولي واش جربتوا نتوما هذا النوع ديال الاباراتوس ديال لاسير من شين. وخديت البنات هاد الشيته ديال السنان، هذه كاين فيها البيض والكحل كنظن والزرق، يمكن العقل ينفعني انا خديت الكحل. المهم كتجي بحال هكا، اللي عجبني فيها البنات هو انك تجي، اللي عجبني فيها البنات هو انك تجي مكموله، كيجي فيها هاد لاستوتشي هذا ولا هاد المحفظه هذه ديال بلاستيك،
اللي كتقدروا ديروا فيها الشيتا ديالكم كما كتشوفوا. هذه هي الشيتا، كيجي فيها ربعه من هادو وكيجي فيها واحد من هذا اللي كيجي بحال هكا كما كتشوفوا رقيق. هذا بنات فاش كتغسلوا الفراغات اللي كاينه بين السنه والسنام كتبغوا ديروا التنظيف العميق لسنيناتكم، صراحه كتجي كومبليطه ولزوين. كما قلت لكم هاد لي ستوتشي هذا كتجمعوا فيه المسائل ديالكم تقدروا تديوه معكم للسفر. وفيها البنات بزاف ديال الاوبسيونيس ملي كتشعلوها ها نتوما، كاينه واحده مكتوبه فيها وايت كلين سينسيتيف بوليش وماساج، ها نتوما كتبقاو تبدلوا من هنايا على حسب نتوما شنو بغيتوا، شفتوا وكتبوها من هنايا. صراحه زوينه، صراحه كتبان الجوده ديالها مزيان. وصافي حبيباتي هي هادشي اللي خديت هاد المره من شين، وراه ديما كنخلي لكم واحد الفيديو في الفينال ديال الفيديوهات ديال شين ديال الطريقه ديال الشراء. ولا بغيتو ندير لكم فيديو خاص ديال الطريقه ديال الترجيع الا بترجعوا شي حاجه قولوها لي وندير لكم فيديو كنخليه لكم في الفيديوهات ديال شين. وبغيت نقول لكم البنات واحد الحاجه، راه شين تقدروا ترجعوا الحاجه اللي ما عجبتكمش، ولكن راه ماشي كلشي، كاين شي حاجات راه كيكونوا كاتبينها تحت ما كتقدروش ترجعوهم، لهذا ردوا البال باش ما تشمتوش. يعني ملي تاخذوا شي لبسه بغيتوا تجربوها جديد قدكم ولا يعجبكم الثوب ولا هذا، شوفوا لتحت راه كاينه واحد البلاصه مكتوبه فيها ديفولوسيوني، ضغطوا عليها وشوفوا واش هذا الارتيكل يعني تقدر ترجع ولا لا. يعني كاين شي حاجات ما كتقدروش ترجعوهم، خصوصا الا كان هكا داير لهم ليكيداسيون لي زاكسيسوار ملابس داخليه. المهم ردوا البال باش ما تشمتوش. وصافي حبيباتي يلا بوسه كبيره لكم، تهلاو في راسكم حتى نتلاقاو في فيديو ماجي ان شاء الله. بسلام عليكم. واحسن طريقه باش تشريو من شين هي تكون عندكم لابليكاسيون، كتدخلوا لابليكاسيون هنايا، هنايا كما كتشوفوا البنات انا عندي هنايا واحد ليستا فين كنخبي فيها داكشي كيعجبني. مثلا باش نشرح لكم اكثر، هنا نمشيو للبلاصه برينسيبال، غنضغط انا هنايا مثلا على حاجه ديال بيبيس وعجبتني هاد البيجاما مثلا، غندير لها هنايا قليب هاد الجيم هادي، الا ما بغيتوش تضيفوها للسله. صافي هي دابا مشات للبلاصه الحاجات اللي كيعجبوني. كنرجع هنايا كنجينا البلاصه هنايا نرجع للباخينا برينسيبال، كنجي هنايا فين كاينه هاد الجو هادي كنضغط عليها، وهنا كما كتشوفوا عندي الحاجات اللي انا مخبيه. غندير هنايا بيرتودو باش يبان ليا كلشي، مثلا عجبتني هاد القفطان هذا وعجبني هاد القفطان، صافي كما كتشوفوا راني مخبيه كنضغط على الطاي اللي انا بغيت وكندير انيادير على سيستا. كنجي هنايا السيستا السله وكما كتشوفوا ها هو هنايا القفطان ديالي مثلا الا بغيت نشريه ها هو هنايا. هنايا نورمالمون فاش كتبغيو ديروا لابليكاسيون كتسجلوا بسميه ديالكم بالديريكسيون ديالكم بكلشي، كما كتشوفوا هي الديريكسيون ديالي هنايا كطلع هنا الفوق. يعني باش كديروا لابليكاسيون نورمالمون صافي كتكونوا سجلتوا الاسم ديالكم نمره التليفون ديروا نمره التليفون باش خدامين جميع الداتوس يكونوا مزيانين بلاصه فين كتسكنوا كلشي. وصافي كتضغطوا على هاد كومبرار، هاد كومبرار هنايا الفوق سيكون طالع لكم ديريكسيون نمره كلشي لحقاش وتسجلتوا بداكشي ياد. وهنايا كما كتشوفوا الانفيو لحقاش انا ما وصلش، مثلا نورمالمون في شين كتوصلي 30 29 ما على حسب كل مره شنو، مينيموم بعدا 30 خصها تكون باش الانفيو تقريبا هكاك. المهم كيطلع لكم الانفيو غراتيس، فهاد الحاله مثلا الانفيو طلع ب 3.90 مي متادو كما كتشوفوا هنايا ضغطت هنا باش زعما ناخذ هادشي اللي من مثلا من عند هادو من عند هاد المحل هذا، لانه شين ولاو فيه بزاف محلات. بغيت ناخذ غير حاجه، بغيت ناخذ غير حاجه نحي، بغيت ناخذ غير حاجه وحده غادي نضغط هنا ونضغط غير على هاد الجلوبوس هادو، شفتوا فهاد الحاله كتسيلكسيوني داكشي اللي بغيتو. بتاكتو دايرين 100 حاجه في السيستا وبغيتو تمسحوها كتضغطوا هنايا طولو كيتسيلكسيونا طولو، ومن بعد حيدوا هادي بالطريقه كتمسحي وكلشي هي كيطلع لكم هنا صفر وصافي. هنايا كتضغطوا داكشي اللي بغيتو تاخذوا، انا غنشوف مثلا ناخذ واحد القدر باش يطلع لي الانفيو غراتيس بحال هكا، وغادي ندير مثلا كومبرار كما كتشوفوا هنايا الانفيو غراتيس. شفتوا حقاش وصلنا لواحد القدر، نورمالمون تقدر 30 30 كيكون الانفيو غراتيس. هنايا كتضغطوا على شنو بغيتوا تخلصوا، واش بالترخيطه ديالكم بالبايبل ولا بالابل باي، هذه بحال الناس اللي مسجلين الترخيطه ديالهم في التليفون، ولا هذه انا ما عمري استعملتها الصراحه، يمكن كتبقي تخلصي من بعد ولا ما نعرف. هذه صراحه انا ما عمري جربتها، هادو كاع مجربها امي هذه لا. صافي هنايا فين كديروا البنات الكود برومو، شفتوا هنايا مثلا حطيت لكم شي كود برومو كتكتبوه هنايا، كتكتبوه هنايا. راه تنقول لكم شحال من مره جاوني انستغرام ونعطيه لكم باش ديروا كوبيار اي بيغار، وصافي كتكتبوه هنايا الا ما كانش شي كود برومو عندهم هنايا شي. وبهذه الطريقه البنات صافي ملي كديروا الكود برومو كتضغطوا على بروسيدي الباغو كما كتشوفوا. هذا راه الكود برومو اللي داروا ليا هما اوتوماتيكمون، نقصت ليا 3.90 شي مره تيكون شي مره ما تيكونش. بغيتوا تشريو تاني بالترخيطه ريغالو كتدخلوها هنايا،
شفتوا راه كنت انا ديجا مستعملاها باش نهار بغيت نشرح لكم قطعه الترخيط راه غنشرح لكم. شنو اخر؟ صافي كان عندكم بونتوس لحقاش كما كتعرفوا كدير شي بيديدو كتجمع بونتوس كل 100 بونتو يمكن ب واش اورو ولا ما نعرف مهم ما عرفش صراحه تنشل البال بزاف انا لهاد بونتوس. وصافي حبيباتي هذا ما كان كدير كومبرار دابا انا اللي ضغطت على هنايا صافي غيدوز البيديدو وصافي غيجيكم حتى للدار يعني غتدخلوا اكيد كما قلت لكم فاش كتكونوا فاش كتبغيو تسجلوا في شيء ندخلوا جميع المسائل باش تبقى تجيكم الشرايه سهله سينو غتبقاو فين ما بغيتوا تشريو غادي يطلب لكم الداتوس ديال الترخيطه ولا لاكارت غتدخلوا ديك الداتوس ديال لاكارت اي فوالا وغادي تشريو صراحه ساهل ماهل